لأن الدولة عليها الآن أن تقف بعقلانية ليس فقط مع أبناء سوريا، مع جميع أبناء الشعب السوري. سوريا تفككت والإنسان السوري أصابه خلل من جراء هذه الحرب الطويلة التي ألمت الشعب السوري، وفقدت الثقة بين المواطنين من جهة وبين المواطنين والدولة. لهذا وقع الخلل الكبير. لذلك على الدولة هنا مسؤولية كبيرة، لأن الحل بيد الدولة، الحل ليس بيدي ولا بيد المواطن، وليس الحل بالسكوت. الحل أن تقوم الدولة بجميع مستوياتها لحل مشكلة المواطن في الجمهورية العربية السورية حلا حاسما، حلا جذريا. الوضع لم يعد يطاق عند المواطنين. المواطن يأتي إلينا كمرجعية ويشكو أمره بعد الله إلينا، لأننا نحن يعني عندما يأتي إلينا ويتكلم لنا بوضوح وبصراحة ودون خوف ودون عقاب. هذه المشكلة، أنه حدث انفصال بين فصل بين الانفصام، يعني الأصح أن أقول حدث انفصام بين المواطن وبين الدولة. لذلك السويداء بعد هذا الصبر الطويل وبعد هذا التوجه السلمي، وفتحت السويداء صدرها لجميع السوريين في أثناء الأزمة، وحدث ما حدث وبدأت المشاكل بالسويداء التي لم يعني نتعود عليها. أخلاقنا وإباؤنا وشرفنا، من أين أتتنا هذه البلايا وهذه المصائب؟ إذا دققنا من وراءها ومن هو الذي مسبب ومن هو الذي خطط لها وعمل بها، فالفاعل هو الذي يعرف ذلك. نحن نعرف من هو ومن الفاعل ومن المسبب، ولكن نتمنى أن يكف الفاعلون بالأشياء التي وضعت في السويداء ورسم لها من مخالفات لعاداتنا وتقاليدنا وأخلاقنا والتفكك الذي عمل به والفوضى التي ألمت بنا خلال هذه الفترة. لذلك أنا أهيب بالدولة أن تأخذ دورها وتعمل بواجبها تجاه مواطنيها، سواء بالسويداء أم بغير السويداء أم ببقية المحافظات الأخرى.